والآن إلى شباك هاشتاغ كورونا، والذي نرصد فيه بصحبة علي رباح من بيروت تفاعل المواطنين مع الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بك معنا. يعني في ظل تسجيل أكثر من 2200 إصابة خلال 24 ساعة، وهو يعتبر رقم قياسي جديد، كيف تفاعل اللبنانيون حيال هذه الأرقام؟ بالفعل رانيا، بداية مساء الخير لك وللمشاهدين. هناك خشية حقيقية في لبنان من أن يرتفع هذا العدد إلى أرقام قياسية جديدة، خاصة في ظل أعياد الميلاد ورأس السنة، خاصة أن الدولة اللبنانية أو السلطات لم تقفل البلد على غرار بعض الدول الأخرى. هناك احتفالات، هناك تجمعات في لبنان ولا يوجد إقفال، وبالتالي هناك خشية حقيقية. معظم الناشطين ركزوا على هذه النقطة، طالبوا بأن تكون الأعياد يعني هناك تباعد اجتماعي من دون تجمعات ضخمة، طبعا كي لا نصل إلى أعداد كبيرة جدا بعد أسبوع أو أسبوعين. نبقى هنا مع تغريدة لجيلبير الذي قال: الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية خصوصا خلال فترة الأعياد، فكورونا ليست مزحة، ويجب تفادي التجمعات لكي لا ندفع الثمن لاحقا، لأن ذلك قد يؤدي إلى وضع كارثي مع الوضع الراهن في لبنان. أما صفحة تحمل عنوان لبنان فكتبت: لازم نتباعد بالأعياد تيضل أحبابنا طيبين، لازم نتصرف بمسؤولية ونحمي أحبابنا. كورونا ما بيعرف حدود القرابة، كورونا بحب القرب ليبعدنا عن بعض. ما لازم نحول اجتماعيات الأعياد لتجمعات بالمستشفيات أو بالمدافن، لازم نحتفل مع بعض عن بعد. أما الناشطة سونيا فكان لها تعليق ساخر في هذا الإطار، إذ قالت: قريبا في لبنان، معك كورونا القديمة أو الجديدة، في إشارة طبعا إلى السلالة الجديدة التي بدأت تظهر في بعض الدول ومنها بريطانيا طبعا. لذلك نتمنى لكم السلامة. راني هذا الهاشتاج الأول. نذهب إلى الهاشتاج الثاني، وهو حول تشكيل الحكومة، حيث لا يزال يحظى أيضا باهتمام واسع بين صفوف اللبنانيين. كيف كانت ردود الفعل؟ بالفعل يعني ليس سرا أن الرئيس الحريري كان له زيارة أمس إلى قصر أبعبدة، أعلن بعدها أن هناك المزيد من التعقيدات في وجه تشكيل الحكومة اللبنانية. ويبدو بحسب المعطيات أن الحكومة رحلت إلى العام الجديد، وربما إلى ما بعد دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض بحسب مصادر سياسية. طبعا الجمهور تفاعل مع هذه المعطيات، خاصة أنه يعني كان هناك جو تفاؤلي أمس أشاعه الرئيس الحريري قبل 48 ساعة، لكن سرعان ما تبدد هذا الجو، كان هناك جو من الإحباط سنتابعه مع هذه التغريدات. صفحة أنتي سلطة قالت: ما في حكومة لا قبل الأعياد ولا بعد الأعياد، ولعبة الدولار أصبحت مكشوفة أكثر من مرة، الدولار حتما ودون نقاش واصل لأكثر من 10,000 ليرة في الأيام المقبلة، لبنان ينهار. أما الناشط وضاح صادق فقال: طارت مساعي تشكيل الحكومة، المحاصصة والمصالح الخاصة وحماية الغنائم الشخصية أهم من بلد عم بينهار وشعب عم يجوع وجيل عم بيهاجر. أما رانيا فقالت: الحريري يجب أن يعلم السياسيون أن البلد ينهار بشكل سريع، وما حدا يخبركم انه ما فينا نوقف الانهيار. جديد الخبرية، صح النوم، من يوم ويوم البلد منهار، لبنان ينهار. هذا في إطار تشكيل الحكومة رانيا. نذهب إلى أجواء الأعياد في لبنان التي تأتي وسط أزمة شديدة تعيشها البلاد. لو تضعنا في صورة هذه الأجواء والتحديات أيضا.
بالفعل يعني هناك أزمات اقتصادية وسياسية كبيرة يواجهها لبنان في هذا العيد، وكان يواجهها على مدى عام كامل، لكن أيضا يعني هذا عيد الميلاد الأول بعد انفجار الرابع من آب أغسطس الماضي، انفجار مرفأ بيروت طبعا الذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى. الناشطون استذكروا طبعا أهالي ضحايا الشهداء في هذه المناسبة. نبقى هنا مع جين الذي قال: مثل اليوم كان في عيال عم تتحضر للميلاد بفرح وأمان، بس كمان كان في مجرمين عم بكتسوا مواد متفجرة بمرفأ بيروت. انفجر المرفأ وأخذهم بقلب بيوتهم، غصب عنهم افرحوا أنتم صرتوا عند الخالق، وللمجرمين الله لا يسامحكم يا قتلة. أما الناشطة ماريف فقالت: مش حاسين بالعيد، يسوع إجا خاصة للمحزونين للمتروكين والقلب المكسور، إجا كرمال المريض والفقير، العيد للقلوب المتواضعة البسيطة لكلها محبة، العيد للقلوب يلي رغم كل وجعها وحزنها بعدها بتآمن. باختصار نحن أكتر ناس لازم تحس بمعنى العيد، عيد الميلاد. وختاما مع تغريدة لجاك الذي قال: الحلو بعيد الميلاد أنه بيترك فرحة بقلب كل واحد فينا بالرغم من كل القسوة يلي عم نعيشها. جوهر العيد هو العطاء والحب وانتظار المخلص، وبلبنان العيد للكل مش بس للمسيحيين. ينعاد عليكم رانيا وعلى جميع المشاهدين، وإن شاء الله يعني العام المقبل بيحمل كل ما هو إيجابي للبنانيين ولعموم العالم العربي. كل رانيا عام وانتم حيين بخير، وشكرا لك علي على هذه الجولة.